عملية عسكرية متسارعة في جبهات عدة تقودها المقاومة الشعبية في البيضاء ضد قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي. فقد أصبحت تجمعات الميليشيا المتواجدة في المحافظة أكثر عرضة للهجمات التي تشنها المقاومة بين الحين والآخر، وتكبدها خسائر في العتاد والأرواح. تطورات جديدة طرأت على مجريات المعارك، حيث أفادت مصادر ميدانية أن مقاتلي المقاومة الشعبية شنوا هجومين مفصلين، أحدهما على حاجز للتفتيش للميليشيا في منطقة العروق بلاد آل بصير بمديرية الشرية، فيما استهدف الهجوم الآخر أيضا حاجزا للميليشيا في منطقة خلف التابعة لمديرية الطفة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي مديرية ذي ناعم قتل 4 من الميليشيا وأعطبت عربتهم في مواجهة اندلعت على خطوط التماس مع المقاومة الشعبية. كما شهدت مديرية الصومعة جريمة جديدة راح ضحيتها مدنيون، حيث قالت مصادر ميدانية إن مدير مدرسة المشرع أحمد الجروي استشهد وأصيبت ابنته جراء انفجار لغم أرضي بسيارته في الطريق العام بالمديرية. هكذا تجري الأمور في محافظة البيضاء، استمرار للمعارك دون انطلاق موعد تحريرها، وضريبة فادحة يدفعها المدنيون جراء حرب الميليشيا عليهم.